مشاهدينا الاعزاء، طابت اوقاتكم جميعا، اهلا بكم الى حلقه اليوم من برنامج بتوقيت تونس، حلقه الاربعاء السادس من فيفري 2019. في حلقه اليوم نستضيف النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد عبد الفتاح مورو للحديث عن فيديو مسرب منذ مده جمعه بالداعيه المتطرف وجه غنيم وعوده الجدل بشانه تحت قبه البرلمان بمناسبه النقاش العام حول مدرسه أرجاب المشبوهة. الجزء الثاني من حلقة اليوم نخصصه بالكامل للذكرى السادسة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد، نرصد ما تحقق في قضية الاغتيال ومسار الكشف عن الحقيقة المتعثر، ونعود لاستعراض مآثر الشهيد سياسيا وإنسانيا. في الثقافة، وبها نختم كالعادة، نستضيف اليوم المسرحي التونسي الفاضل الجزيري للحديث عن مسرحيته الجديدة كاليجولا، وهي من إنتاج المسرح الوطني. أهلا وسهلا بالجميع مجددا، أرحب بدءا بالأستاذ عبد الفتاح مورو الذي يحضر معنا منذ البداية ويرافقنا أيضا في التعليق على الأخبار السريعة التي نبدأ بها برنامجنا. سي عبد الفتاح، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، تحية طيبة، والتحية الطيبة للسادة المشاهدين والأستاذ الحبيب. أرحب بالأستاذ حبيب عجيلة أيضا معلق البرنامج، أهلا وسهلا بك حبيب. مرحبا بك، مرحبا بالسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، ومرحبا بالأستاذ عبد الفتاح مورو. نبدأ مباشرة باستعراض الخبر الأول. يقول نصه النائب يمينة الزغلامي: تصرح بأن أحد أطفال المدرسة القرآنية برجاب وصف نائبة بالكافرة وأخرى بالسافرة. المقال نشر، ونتابع معا، نشر على موقع شمس أفام الإذاعة التونسية. أحد الأطفال حينما همت ربما بالحديث إليه إحدى النائبات وصفها بتلك الأوصاف التي ذكرتها السيدة الزغلامي: الكافرة والسافرة لنائبة أخرى. نبدأ مع الضيف سي الحبيب في التعليق. سي عبد الفتاح، أن يصدر تعليق مثل هذا عن طفل فيما يسمى بمدرسة تعلم القرآن، واضح أن الدمغجة موجودة ومؤثرة في مكان لا صلة له بالقرآن أصلا ولا بالقانون. نعم، وهذا متوقع في الأماكن التي تخالف القانون والتي لا ترعى القرآن الكريم، لأنه لو ربي على القرآن وفي وضح النهار وأمام الجميع وباحترام إجراءات القانون المفروضة في تونس ما كان ليتفوه بهذا الكلام. لكن هذا يؤكد أن ما كان يعلم لهؤلاء الأطفال قريب من التكفير. حتى المصطلحات السافرة والكافرة، نعم، طفل في سنه قد لا يعرفها إذا لم يكن يتلقى تكوينا في هذا النهج. وهذه خطورة ما نعانيه من أمكنة بعيدة عن ملاحظة القانون ومتابعته وعن معرفة المجتمع الوطني التونسي الذي يرغب في تنشئة أبناء وشباب على قيم راقية لا على قيم الإلغاء والمصادرة والتكفير. نعم، وبعد ذلك ما يصدر عن التكفير من وقائع نعلمها. نعم حبيب، القطيعة واضحة مع المجتمع ومع نمط المجتمع، أيضا خاصة نعت التكفير ووصف بالسافرة يدل على مرجعيات معينة متشددة ينشأ عليها هؤلاء الأطفال. نعم، ولم يعد في الإمكان في الحقيقة الدفاع على هذه الظاهرة اللي اكتشفناها فجأة، صدمنا بها الناس. كل مرة قاعدة تظهر معلومة تأكد على أننا كنا بصدد محتشد، بصدد معزل حقيقي. الدولة الوطنية من بقطع النظر على مواقفنا منها سياسيا في المسألة الديمقراطية وفي مسألة العلاقة ربما بخيارات الناس وتعددهم، الدولة الوطنية أكثر شيء أنجزته هو وحدة المجتمع، وعنوانه الأساسي هو وحدة المدرسة الوطنية، وحدة المدرسة العمومية التي تخرج للمجتمع جيلا ينخرط في المجتمع. كل هذه المحاولات لخلق مجتمعات موازية ستكون خطرا على الجميع، خطرا على من ينتقدون المدرسة العمومية في علاقتها بالحداثة ويعملوا مدارس وحدهم للحداثة، وإلا اللي ينتقدوا المدرسة العمومية في علاقتها بالهوية. نعم، وينتقدوا المدرسة العمومية في الهوية. قد ما تنتقد المدرسة العمومية إلا أنها مكسب أساسي في ضمان وحدة مجتمعنا التونسي اللي يختلف على مجتمعات. نعم، عربية أخرى تعيش انشقاق.
على ذكر كبيرة. المدرسة العمومية خبر لم يتأكد بعد وفي طريقه للتأكيد، في الحقيقة كأنه تم التوصل أخيرا حتى نربط الخبر، مش مدرج في البرنامج أي. لكن في اللحظات الأخيرة قبل أن ندخل الاستوديو أعلن أو أعلم عن اتفاق نعم. بين النقابة ووزارة التعليم، هذا من شأنه أن يمتص كثير من التوتر في الشأن العام وفي الفضاء العام خليني أقول، ويؤكد على قيمة المدرسة العمومية وتمسك الجميع بها في النهاية حبيبي. وهذا ما نرجوه إن شاء الله بعد العطلة لتنتهي في الأيام القليلة القادمة، يرجع التلامذة إلى مقاعد الدراسة أولا لإنجاز امتحاناتهم، ونكون يعني مستعدين لإنجاز امتحاناتنا الوطنية نعم. في أحسن حال. وكلما كانت المدرسة العمومية معافاة ومتوفرت لها الظروف الملائمة لتكوين وليداتنا، كلما أمننا المجتمع واقعا وحاضرا ومستقبلا. وننتظر طبعا تضحية ليست غريبة عن الأساتذة لإتمام البرامج والمقررات حتى يلحق أبناء التلاميذ بامتحاناتهم وينالوا أعدادهم اللي برشا ناس يحبوا يرسموا في جامعات البرة ربما واقفين عليها. سي عبد الفتاح، عندك علم بالخبر هذا أنه تم التوصل؟ لا سمعته منك وفرحت دعم. لأنه ما نجم نقاوم ظواهر التكفير وظواهر الخروج عن المجتمع إلا بمدرسة منتظمة يلتف الجميع حولها ويسعى الجميع لإنجاحها وإنجاح برامجها. نعم، هو ما يقال أنه ترك أمر الإعلان لهذا الخبر السار للهيئة الإدارية التي ستعقد غدا وتنظم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام نعم على كل المستجدات على كل الأمور، تبشر باتفاق سيعلن عنه في القريب العاجل. الخبر الثاني على علاقة بالخبر الأول في الحقيقة، رد من المحكمة الإدارية بخصوص المدرسة المشبوهة في الرقاب، جاء في نص بلاغ أو في شكل بلاغ من هذه المحكمة الإدارية. تذكر حبيب لما خذنا في محاورة هاتفية مع والي سيدي بوزيد، قال أنه استصدر من المحكمة الإدارية قرارا يكسر قرار الإغلاق في السابق، المحكمة الإدارية تنفي ذلك تماما وتعود إلى تصريحات والي سيدي بوزيد المقال، وتؤكد أنه لم يصدر عنها ولم تجد في أرشيفها قرارا بإعادة فتح هذه المدرسة، الأمر مخالف للقانون من أوله إلى آخره. على ما يبدو سي عبد الفتاح، بيان أو بلاغ المحكمة الإدارية قد يحسم الشك باليقين، هذا يفرض النتيجة الحتمية التي ينبغي أن نتمسك بها وأنها ليست مدرسة، لأنه في بلدنا لا مدرسة إلا بموافقة السلطة المعنية وحسب الأنظمة المعمول بها لتطبيق برنامج واحد نعم. لا يمكن في بلدنا أن نعي أن هناك برنامجين أو عدة برامج وعدة مدارس، وحتى المدارس القرآنية الموجودة في بلدنا هي لا تقدم تعليما مستقلا وإنما تقدم تكوينا تكميليا لا يلغي ما تلقاه التلميذ من تعليم حسب برنامج واحد جميعنا يتمسك به. نتمسك أيضا بواجب التمدرس إلى سن 16 عام اللي مدرسة مثل هذه ربما قد تقضي عليه. هو في الحقيقة هذا مكسب من مكاسب الاستقلال نعم. مش اليوم مش نتحدث عليه بعد 60 عام، هذا مكسب الاستقلال اللي كان فيه التمدرس كان حقا ثم أصبح واجب. بعد ذلك واجبا وإن لم ينص القانون صراحة عليه لكن تحول إلى واجب. الأسرة ما تخدم إلا على التلميذ والمدرسة والقوم والقلم والبراية والبلوميه، وما فماش مدرسة ما تحفلش بافتتاح السنة الدراسية وما تقعدش مشرئبة إلى النتائج. أصبحت قضية المواطن التونسي، مشروع المواطن التونسي قبل الكهرباء وقبل الفيلا وقبل الترقي أولاده باش يقرأوا. نعم حبيب، بلاغ المحكمة الإدارية ماذا يمكن أن تقرأ فيه من الوجهة القانونية وفي إطار هذا الجدل المتنوع في الحقيقة؟ أقرأ فيها أننا في الوضع هذا متاع ما يسمى بالمدرسة متاع الرقاب أننا أمام مخالفات قانونية جمة. يعني هذه مؤسسة لا ندري شنية طبيعتها سعق بكل شيء، حتى على مستوى المدارس القرآنية لا وجود في تونس لما يسمى بمدرسة قرآنية، هناك الكتاتيب وهناك الجمعيات ربما التي تتكفل بتحفيظ الناس القرآن، وأهمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة اللي هي عموما جمعية يعني خاضعة في علاقة بوزارة الشؤون الدينية وبرئاسة الحكومة. ما عدا ذلك ما ثماش حاجة اسمها مدرسة قرآنية.
يلزم توا فتح تحقيق على هالظاهرة هذه شنية، شنو اللي موجود في الرقابة هذايا، خصوصا معناها بعد اكتشاف مبيت وبعد اكتشاف يعني تجاوزات أخلاقية. وليس من مصلحتي أحد، أقول ليس من مصلحتي أي تونسي مهما كان توجهه الفكري والثقافي، احنا متنوعين عندنا محافظين وعندنا حداثيين إلى آخره، ليس من مصلحته الدفاع على مثل هذه الظواهر اللي من شأنها بالشق المجتمع وتنجم تضر الدين كما تضر يعني الهوية والأصالة والهوية. بالتأكيد أعود لخبر الهيئة الإدارية الذي كان مدرجا في أخبارنا الخمسة، هي الإدارية الوطنية الاتحاد تنعقد غدا، هذا أمر مؤكد لنظر في ملف المفاوضات، لكن الخبر الأحدث الآن لإعلان إمكانية أو لإعلان التوصل لاتفاق شامل بخصوص الأزمة في التعليم الثانوي ما بين الوزارة والنقابة الجامعة العامة للتعليم الثانوي. هذا الخبر ذكرناه وتجاوزناه. نمضي للخبر الموالي، تناولته عديد منصات التواصل الاجتماعي وعلق عليه رواد الفيسبوك وسواه. حكم بخمس سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية شيكا دون رصيد على السيد سليم رياح الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، والحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس. أبدأ معك حبيب تعليقا على شخص غائب وهو في الخارج الآن، يصدر ضد حكم غيابي مع نفاذ العاجل. يعني الخبر كان يمكن أن يكون عاديا لو تعلق الأمر بشخص عادي، ولكن نحن أمام أمين عام لحزب، هو حزب نداء تونس، ورئيس سابق لجمعية مهمة. نعم، ورئيس سابق لجمعية رياضية مهمة. هذا الرجل غاب عن البلاد منذ فترة وقال أنه سيعود، ولكننا نفاجأ الآن بأنه تصدر عليه أحكام، يبدو أن غيابه سيطول إذا لم يقدم اعتراضا على هذا الحكم. كل هو قال سيعود في القريب العاجل وسيحضر مؤتمر النداء في شهر مارس أو قبيل شهر مارس. ما يهمنا سياسيا في المسألة هو أن حزب نداء تونس أمام أزمة إجرائية أخرى تتعلق بأمينه العام الملاحق في الجانب الإجرائي. ممكن نسأل الأستاذ عبد الفتاح كمحامي في هذا السياق على الأقل، لا كنائب أول لرئيس مجلس النواب وسياسي، إمكانية الاعتراض ولا استئناف طبعا يقول القانون؟ ممكن جدا الاعتراض، وأنا نعرف أن الشيكات الكبيرة اللي فيها الملايين يحكم فيها بهالأقصى خمسة وبالنفاذ العاجل. خمسة هي أقصى، هي خمس سنوات هي الأقصى، ويحكم بالنفاذ العاجل وقت الدشيك فيه عشرات ولا مئات الملايين. حل هذه القضية يتم عن طريق الاعتراض، ويتم عن طريق خلاص المستفيد، لأن خلاص المستفيد يسقط الإجراءات ويسقط التتبع أصلا. لا أستطيع أن أعلق أكثر من هذا لأن أنا أحترم القوانين الصادرة من المحاكم، ولها رأيها أن تكون هناك خلفية أو ليست هناك خلفية. أنا أبرر القضاء من أن تكون له خلفية سياسية يوظف لخدمتها، هذا يقال أيضا. لكن ما قاله الأستاذ الحبيب يبعث على هو أمين عام حزب في النهاية التساؤل والتوقف، لأنه أمين عام حزب ولأنه عنده مسؤوليات وطنية منذ مدة على المستوى الرياضي والمستوى السياسي، وكيف سيتعامل مع هذا الواقع في الفترة التي تستوجب حضوره في البلد لما يفترض في يعني من مجابهة الانتخابات القادمة والإعداد لها وترتيب القوائم والاستراتيجيات. عنده مؤتمر زاد الحزب نتاعه، مؤتمر الحزب هو في حد ذاته. بدون الخلاص لا يمكنه العودة، قد يتعرض للتوقيف مباشرة في المطار قانوني إذا اللي نعرفه أن القضايا المحكوم فيها بالنفاذ العاجل فورا يوضع في السجن، يعترض ثم بعد يقبل اعتراضه ويحل الإشكال، والمحكمة لا تنظر في مطلب صراحة قبل النظر في قبول الاعتراض شكلا. واضح أستاذ. خبرنا الموالي في السياحة، وزير السياحة سيد روني ترابلسي يقول أنه تطور نسبة الحجوزات من طرف وكالات الأسفار العالمية وصل ل 30%. نتابع التصريح اللي جاء على شمس أفام ونعود لنعلق. 31 جانفي النومبر دو توريست اللي جاو لتونس تقدم ب 25% على العام الاول ديجا. اللي مارشي كلاسيك اوروبيان اللي هما الفرنساوي والالماني والبلجيكي، روحنا لاحظنا في لونكيت اللي عملناها في النومبر نتاع ريزرفاسيون دو لي في النزول اللي هما فما بلوكاج كبير تعمل من عند لي تور اوبيراتور الكبار اللي كنا نعرفوهم، رجعوا بقوه السنه فما برسك 30% اكثر من العام الاول. في الزياره الاخرانيه في جربه هذا يتاكد مع النزول الكلي فما الشيفر هذا نتاع
30% من الريزرفاسيون تعاملت السنة بارابور على العام الاول. احنا اليوم قاعدين نخدموا زاد على لي نوفو مارشي اللي هما بار اكزامبل المارشي الصيني اللي هو مارشي دو سيركوي كيما قيروان وغير قيروان، ولو يمشيو حتى للسليانه ويمشيو حتى للبيجه ويمشيو للكيف، هذوما السواح اللي حسنا بهم اليوم. وفما التوريزم نتاع الخليج اللي هو قاعد يتحسن. سي عبد الفتاح، كانوا أمور السياحة إلى الأحسن 30% تطور نسبة الحجوزات مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. إيجابي ومحرج في الآن نفسه. كيفاش محرج؟ إيجابي لأن هذا مبتغانا جميعا. نعم طبعا. محرج لأن السياحة عندما أصيبت بتلك الهبطة الكبيرة، طاقة الاستيعاب تأثرت، ترتب عليها أن بعض النزل تضررت، أغلقت، تركت. الأسطول اللي عندنا من الحافلات والسيارات التي تنقل السواح وهو أساسي طبعا العمل السياحي، وقع التخلي عنه لفائدة مآرب أخرى. اليوم الفرح بهذه الزيادة يؤكد علينا أن نسترجع ذلك الأسطول وأن يكون أسطولنا على مستوى يجعل السائح لا يحس بتعب عند تنقله. نعم. أن نرد الاعتبار للمؤسسة السياحية الأصلية وهي النزل أو الميزون دوت بإعدادها إعدادا يتلائم هذا الإقبال. على كل، هو السيد الوليد تحدث عن تحدي آخر يشتغل عليه، وهو افتتاح أو إعادة فتح الفنادق المغلقة بسبب الأزمة التي ذكرت. حبيب توافق على أنه أمر مبهج ومحرج؟ صحيح، معنى أنه الاستعداد وتوفير البنية التحتية للسياحة التونسية يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد فترة الركود اللي شهدتها، ولكن على كل حال يكون الأمر في نفس الوقت، يعني وقت اللي النزل يحس أنه ثم سوق باش تتحير هو نفسه يحسن، ربما يحسن أموره. وإن كان يلزمنا الركز زاد على نوعية السياح اللي باش يجيونا، هل أنهم سياح يصرفوا، هل أنهم سياح معناها تحكي الأسواق جديدة هو من الصين وسواها ودول أخرى. نختم بخبر إيجابي وصور غاية في الإيجابية في الحقيقة. في صفاقس أساتذة يقدمون دروس تدارك مجانية للتلاميذ. الخبر جال على برشا مواقع وبرشا صفحات من في منصات التواصل الاجتماعي لتدارك قبل العطلة وخلال العطلة، أيضا اللحاق ربما بالنقص الحاصل في إتمام البرامج والمقررات. سي عبد الفتاح، مش غريب على السادة؟ هذا ليس غريبا عن الذي نعتبره أبا ونعتبره أما ونعتبره مربيا، والذي هو جزء من حياتنا، لأنه يربي أبنائنا وسلطته على أبنائنا أكثر من سلطتنا نحن عليهم. نعم. القلب الكبير هذا لا يتخلف عندما يحتاج إليه المجتمع وعندما يحتاج إليه ابنه، ولذلك أنا أحييهم تحية الإكبار وتحية الاحترام، ونقول نحن معكم يا إخواني المربين، واقعكم يستوجب الاهتمام بكم وجميعنا مهتم بذلك. نعم حبيب، خطوة في الاتجاه الصحيح بالتأكيد، قد تزيل بعض غشاوة أو بعض توتر أو بعض شيطنة راجت في الفترة الأخيرة للأساتذة أو لبعض الأساتذة. معناه أكيد أنه الغضب نتاع الأولياء في الفترة اللي فاتت ربما على مصير أبنائهم وخوفهم على مستقبلهم وعلى السنة الدراسية، كان فيه شوية انفلات في علاقة بالمربين، وربما صار شوية معناها مس حتى من كرامتهم. ولكن أقول رأوا مسألة دروس التدارك حتى والساعات الإضافية اللي قدموها لأساتذة ديما في علاقة بالبرنامج وقت اللي يبدأ طويل، برشا أساتذة يخصوا أوقات حتى خارج الجدول، جدول الأوقات الطبيعي، باش ينجم يكمل البرنامج. أحيانا ينجز الفروض متاعه خارج التوقيت العادي باش ينجم زادة كيف كيف، معناها ما يكونش هذا على حساب الدرس. العلاقة بين الأستاذ وتلميذه راهي أعمق وأقدس مما يتصورها البعض، والأستاذ نهارة اللي تلميذه يمشي للامتحان خصوصا الامتحانات الوطنية راهو يحس بروحه هو اللي قاعد يعدي في الامتحان، لأنه مثل الفلاح الذي يريد أن يرى حصاده في آخر السنة. فرجاء حافظوا على هذه العلاقة المقدسة بين الأستاذ وتلميذه. نعم، بهذا نكون كملنا جولة الأخبار الخمسة والتعليق عليها بشكل سريع. نمضي إلى موضوعنا الأول واستضافة السيد عبد الفتاح مورو. تذكروا الكل ربما في 2012، في فيفري 2012 بالتحديد أو بعدها بقليل، تم تسريب فيديو على يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي جمع السيد عبد الفتاح مورو بالداعية المتشدد أو المتطرف كما يفضل البعض.
بعد وصفه وجده غنيم خلال زيارة لي للقيروان أعتقد حينها، ودار فيه حديث بين الرجلين خاصة عن الأبناء والحاكمين حين ذاك وكيف يمكن أن نراهن على أبنائهم ونستردهم وما يعنينا هو الأبناء لا الأولياء. الجدل هذا رجع للسطح، والسيد عبد الفتاح مورو ربما تحت قبة البرلمان هناك من النواب من أراد أن يدفع بهذا الفيديو من جديد للواجهة في إطار النقاش العام والتجاذبات على خلفية المدرسة المشبوهة في الرقاب وموضوع التربية والتعليم الديني وما شابه. نتبعوا المقطع الأول من هذا الفيديو ونعود لنعلق عليه ونستجلي الأمر مع ضيفنا. تونس هذه يا سيدي الكريم أخي ما فيها الإسلام مدة طويلة من الزمن أكثر من 50 سنة، من بالجهل غيب الإسلام بالجهل، وبعد تغييبه بالإسلام غيب بالإقصاء الفعلي، لأن الذين عاشوا في فترة الانحطاط لم يكونوا يفهمون من الإسلام إلا ركعة أو سجدة فقط، وعزلوا الحياة عن واقع الإسلام وعزلوا الحياة حتى لا يحكمها الإسلام. سي عبد الفتاح، نعم. الفيديو تعرفه مليح بالتأكيد، نعم. تعليقك على إعادته للتداول الآن والدفع به إلى الواجهة تناغما مع النقاش العام حول التربية وأبنائنا والتعليم القرآني والتعليم الديني. أنا ما فهمتش الصلة بين الواقعة وبين هذا الفيديو، لأنها كانها توحي بأن الذي أعاد الحديث عنه والذي استغل محتواه كانه يربط بيني وبين هذه المدرسة، أو يربط بين فكري وما يحمله أصحاب هذه المدرسة من فكر، وهذا فيه مغالطة شديدة كبيرة. أنا أربأ بالذين يريدون معرفة الحقيقة أن يتعمدوا التمويه، لأن الأبحاث اليوم لا علاقة لهذه المدرسة لا بي ولا بالتيار الفكري الذي أحمله، هو تيار فكري غير مخفي عن الأنظار. لكن من أعاد الحديث عنهم نواب معك تحت قبة البرلمان وجل بهم، وأنا هذه مناسبة باش نقول اليوم المدرسة هذه عمل مشين مخالف للقانون، وأن المطروح اليوم مش تعليم القرآن وعدم تعليمه، وليس المطروح اليوم الهوية وكيف نكيفها، مش قضية هوية اليوم مطروحة، مدرسة الرقاب لا تطرح هذا الأمر. لكن قولك في موضوع الهوية منذ سنوات 2012 ليس هذا، غيب الإسلام في تونس مدة طويلة من الزمن، إما بسبب الجهل أو الإقصاء، ليست أرض إسلام تونس؟ غيب الإسلام بالجهل، قلت اقتصر الناس على الصلاة ركعة يؤدونها، يعني بقيت العبادات، لكن البعد الحضاري للإسلام هو الذي غاب. غاب باش؟ لكن ذكرت مثال بورقيبة وإزالة اللحاف والمشهد. أنا قلت فترتين بقرار سياسي، قلت فترة خمسة قرون عند السلاطين، اسمع الفيديو. قلت مع السلاطين خمسة قرون، يعني في الفترة العثمانية غيب البعد الحضاري للإسلام، بقيت وبعد لأجابة. ذلك عندما دخلنا للاستقلال لم نعمل على تطوير برامجنا التربوية اللي قدم في شأنها الشيخ الطاهر بن عاشور كتاب أليس الصبح بقريب، نعم. والذي عرضه ليقدم برنامجا جديدا لفهم القرآن. أغلقت المؤسسة ولم يستفد المواطن التونسي بإغلاق المؤسسة، والذي يتحدث عنه ليس غياب العبادات، لأن عبادات قائمة إلى اليوم، قل احنا ببقى من الإسلام. لكن ذكرت التغييب، ذكرت التغييب بقرار سياسي وأشرت لبورقيبة يعني بي وإغلاق جامع الزيتونة وكثير من الأحداث المرافقة، تعطيل منهج التربية، هذا اللي عليه. وهذا الموقف مش أنا وحدي اللي يقول فيه، قالوه المصلحون جميعا. يا أخي تيار الإصلاح منين قاموا؟ مش قام على تطوير التعليم الزيتوني والارتقاء به إلى مستوى التعليم العصري؟ لكن هذا قد يفهم منه تبرير لظهور مثل هذه المدارس بسبب ربما إيقاف التعليم الزيتوني حين ذاك. شوف اللي يحب يفهم ما يجمش يفهم هالأربع ثواني هذه بمعزل عن الشخص الذي قالها، لأن هذا الشخص الذي قالها ليس نكرة، وثم قالها مع من سياق القول والمرافقة مع وجدي غنيم. خليني جايك أنا لوش مشيت لوجدي غنيم، حديث سري. خليني نقول لك، فكرني ساعة باش نقول لك. أولا عن من قالها، هذا اللي قالها ليس نكرة، هو على الساحة العامة منذ 64، يعني عنده 54 سنة على الساحة العامة، والشخص هذا أنت تعرفه والتوانسة يعرفوه، هو الذي كفره التكفيريون، هو الذي ضربوه في المسجد، وهو يكفر الكل على فكرة. شكونه؟
وجدي غني. شو عندي فيه؟ مش همني فيه. انت مشيت يا اخي، انا مشيت مش نعاونه. واحتفيت، خليني نكمل. واحتفيت به؟ لا لا مش صحيح. سيد الكريم وحضراتكم وحضراتكم. كونه اخلاقي نقول له سيد الكريم، نقول خليني نكمل لك عايش. ما تقطعش عليا. الحاجه الاولانيه، الشخص اللي قدامك ضربوه بكاس. وقت اللي دافع على شكون؟ دافع على يوسف الصديق. تذكر الحادثه نعم. ويوسف الصديق موجود ويشهد بذلك، دفعت على حق يوسف الصديق. بحسبت لك حينها نعم. التكفيري هذا يدافع على يوسف الصديق. التكفيري هذا هو الذي أطرد من المسجد، وقع هذا في جمال في زاوية قنطر. التكفيري هذا هو الذي حرم من حقه في أن يكون مؤسسا لحركة النهضة بعد الاعتراف القانوني، أبعد من هيئة التأسيس. علاش؟ نعم. لأنه مكفر. الشخص هذا هو الذي خرج من حركة النهضة عندما وقع لبس يتعلق بواقعة باب سويقة. نعم. التكفيري هذا هو اللي عنده ما يقرب من 600 مقطع فيديو موجودة في اليوتيوب. أتحدى أي أحد أن يأتيني بمقطع فيها إيحاء بالتكفير. والشخص هذا هاني جاي خليني نكملك. خليني نكملك. ما تقطعش النقطة اللي سألتني عليها. اللي مشيت تحتفيت بسي وزجغنيب. هذه الواقعة ما وقعتش في القيروان أستاذ، هذه وقعت في أريانا في تونس. وعلاش مشيت له في أريانا أنا؟ لأنه في الليلة اللي قبل مشى عمل خطاب في القبعة وحضرته جحافل وآلاف وكفر فيه الناس الكل وسب فيه الناس الكل. مشيت له قبل أن ينتقل إلى مكان إلقاء محاضرته باش ننهاه على إلقاء هذا الكلام. والخطاب بيني وبينه، لا الخطاب بينك وبينه ليس بلغة النهي بل بلغة الاحتفاء بزائر والإخوان وإخواننا. وتحكي على التنظيم يعني. أنا إخواننا، إخواننا الدعاة. نعم. إخواننا المسلمين، إخواننا العلماء. والتسعة دقائق والتسعة وخمسين دقيقة فيها أني دعوته باش ما يسجلش، باش أقول له كلام يتعلق بالواقع الوطني التونسي، باش يقولوا ابعد علينا واقعنا ما يتحملش كلام. علاش طلبت الا يسجل ولا يبث الحوار؟ لانه هو الراجل يمشي ويظهر، واللي يصوروا لي الفيديو هذاك هما السلفيين اللي معاه، هما الناس التكفيريين اللي معاه. انت شفت الحين بتاعهم ولا؟ هما اللي صوروها باش يفضحوني انا. والتسريب مقصود ضدك يعني؟ مقصود ضدي، وهذاك اللي وزعوه وصدرت على اساسه فتاوى بالتكفير على اساس الكلام هذاك. خليني انا عندي اسلام لايت. خلينا نجيب جوهر الكلام في المقطع الموالي وحديث عن الابناء. تفضل سيد المخرج نعديه المقطع الموالي. هذين هؤلاء خصومنا ونعلم انهم خصومنا، لكن لم نباشرهم بعداوه ظاهره لان غايتنا ابناؤهم ونساؤهم واحفادهم. نحن لا نرغب في هؤلاء، نحن نرغب في ابنائهم يا سيدي الكريم. وأبناؤهم عندنا اليوم وبناتهم عندنا اليوم، وغايتنا أن نفصل أبناءهم عن رأيهم، والحمد لله أن الله وفق بذلك. نحن لا نرغب في أبنائهم في هؤلاء، نحن نرغب في أبنائهم وأبناتهم هم عندنا. عندنا إيه؟ ونحن لا نحكم. وعندنا وزارة العدل وزارة الصحة تتذكر الكلام اللي قلت الكل. أولا كونه أنا قلت هالكلام هذايا أنا أعتقده. يا أخي أي حزب سياسي فين شكون يتوجه؟ مش توجه الشباب؟ مش حاب يكون شباب؟ علاش بورقيبة عمل الشبيبة الدستورية؟ وعلاش عمل الشبيبة المدرسية؟ يعني مؤمن أنك ترى على الأبناء خلي نجاوب. البنات، كل صاحب مشروع إصلاحي يتوجه للفئة اللي باش تحمل الإصلاح. أنا الفئة اللي تحمل الإصلاح إصلاح أم بلد. أسلم للمجتمع؟ لا ما قلتش أسلم. ما فهم أنه النهضة حركة إسلامية والآن حكمنا ضعيف وما نجموش نلعب على أبنائهم يعني. يا سيدي الكريم تحب نعطيك الفيديوهات اللي تكلمت فيها على مشروعي؟ يا اخي انت تو تسال فيها على الكلام ولا تسال فيها على محتوى المشروع؟ اسالك على منطوق النص هنا. مشروعي اذا كانك تحب تاخذني. لا لا مشروعك معروف. اخذني على مشروعي. النص ما قلته هنا. انا حاجتنا بابنائهم وبناتهم. لا مشروعي محتوى ولا حاجه لنا بهم. استاذ مشروعي هو محتوى تربوي. محتوى يتوجه الى الشباب. انا يا استاذ راني ربيت اجيال. أنا وقت اللي كنت قري نقري في الجوامع. نعرف سي الحبيب يعرف هذا ولا، لكن التوانسة كلهم يعرفوه. وأنا استمريت على ذلك 40 سنة، وأنا اللي قدمت المشاريع اللي تقوم على أساس إرسال أبنائنا للتعلم في أوروبا والتعلم في أمريكا اللي أرسلتهم أنا، وعلى تعليم الناس اللغات
أنا عملت دروس الإنجليزية ودروس الألمانية. هذا الكلام ليس في مسجد سي عبد الفتاح، هذا قلته لوجد غنيم وكأنك في منطق تبريري له. أي الكلام اللي قلته له هذا ما يفهم بما فعلته. أنت تأخذني على خطاب تقال ولا على فعل فعل؟ خطاب تقال توجهت به لمتشدد داعية متشدد. ترتب عليها الكلام هذاك، حطوا الكلام هذا غلط. هل ترتب عليه فعل مدني؟ هل ترتب عليه إنجاز في المجتمع الوطني كلام من تأذى منه الشعب التونسي؟ كلام من سياسي مرموق وله مصداقية وله مستمعيه يكون بنفس خطورة الفعل إذا يأتي من شخص ما عندوش تأثير. وشنو اللي عملته في البلاد مما له علاقة بهذا التكفير؟ تانا أقول لك أنا ضحية التكفير، كيفاش أنا نولي محاكم وأنا ضحية التكفير وأنا ضحية الاضطهاد وأنا ضحية الإبعاد؟ أنا اللي حكموا عليا بالخروج من الإسلام لأني خرجت في التلفزة متاعكم هذه مثلت 5 دقائق. أنا اللي تعديت في تلفزة أخرى غنيت بالألمانية أفتاو بكفري وخروجي من الملة. وهذه الازدواجية التي يتحدث عنها البعض وما فهموهاش، هوني تقول الآليات في يد أعدائنا. أنت وصفت أبناء الوطن من الحاكمين بأعدائنا، أعدائنا في المشروع، آليات الحكم بيد أعدائنا. تحكي على أسلمة هنا، مش تكلم على أسلمة، تكلم على إرساء حقوق في البلاد قائمة على الحرية. الذين أخرجناهم من الحكم ما خرجوش بكلهم، بقاوا في الحكم يحكموا. يعني حديثك حقوقي مش عن مشروع إسلامي هوني؟ ما قلتش مشروع إسلامي أصلا، وانت مش تعرف عندي مشروع إسلامي ولا شوفني أش عملت. ما لان تو ندور في العالم مش نقول للناس، نقولهم خرجوا للأمريكان قتلوهم واخرجوا للألمان وقتلوهم. لا احنا نعيد ونراجع الكلام للمنجز. المنجز سيدي معروف ونعرفه. هذا الفيديو 9 دقائق و59 ثانية. نعم، نطلب من الناس باش يقراوه يسمعوه. ثانيا باش يسمعوا في اليوتيوب 600 مقطع منسوبه ليا. ابدا ما حكيتش على مشروع اسلامي في هذا الفيديو. ولا قيت. نشوف ولا المقطع. شوف سيدي بالله من فضلك. لا خد ثم حديث على مشروع اسلامي. استنى يعني. المشروع الاسلامي هو المشروع الاصلاحي. هذا هو المشروع الاسلامي. لا الاصلاحي حاجه والاسلامي حاجة. انا نؤمن بان الاسلام اصلاحي. انت امام داعيه اسلامي معروف مش في حضره. تفضل. اليوم يا مولانا تونس هذه التي قدمت تضحيات أموات الآن وصل إخوانك إلى الحكم، وحركة النهضة الآن في الحكم وهي حركة إسلامية منذ شهرين لا يستطيعون أن يصدروا قراراً يغير واقعاً. ليش؟ لأنهم يحكمون إدارة مقطوعة الأوصال عنهم لا تستجيب، يضغط على الزر فلا يستجيب. منظوره الاول الى الاخير كلهم ضد المشروع الاسلامي، كلهم ضد المشروع الاسلامي. يضغط على الزر فلا يستجيب. ضد المشروع. ضد المشروع. سمعت تحدث الي مولانا ضد المشروع. غايه في التودد هو مولانا. يا استاذ هذه صيغتي في الحديث. انا نتكلم مع اليهودي هكا، نتكلم مع النصراني هكا. انا نقول لك راي التوانسه اللي ساءهم مثل هذا الحديث من شخص مثلك والموضوع من سنوات. وشنو اللي ضريتهم به؟ ضد المشروع الإسلامي. قلت مشروع إسلامي الآن. وشو المشروع الإسلامي؟ هو مشروع إصلاحي. تحكي على مشروع النهضة. يا أخي أنا داخل كحركة إسلامية. النهضة كحركة إسلامية. قلت يضغط على الزر لا يستجاب. عندنا وزارة الصحة وزارة العدل. وملا شنية الإدارة اللي الناس كل تتظلم منها وتقول هي الإدارة الرجعية التي عطلت كل إصلاح والتي حالت دون إنجاز مشروع الثورة التونسية؟ شنية هذه؟ شنو اللي واقع الان في تونس؟ وانه فما ناس ماهمش قابلين باش تتنحى اساليب العمل واساليب التصرف اللي كانت موجوده قبل. يعني مساعي الاسلمه غير واضحه في هذا متى الفيديو. متى قلت وانا واحد كافر؟ قلت الاليات بيد اعدائنا، قلت فيما معناه الجيش مش مضمون. اليات الاداره بيد اعدائنا. والامن مش مضمون، وحكيت على التمكين والوقت وضروره الوقت موجود في الفيديو. انا هذا كل واحد عنده مشروع هذا ثوري. هذا يتماهى مع كلام السيد راشد الغنوشي بالضبط، الجيش مش مضمون والامن مش مضمون. يا استاذ نعمك تفهمني. تفضل. إذا كانك أنت تتحدث عن ثورة، الناس اللي جاوا بعد الثورة ما عندهمش مشروع؟ عندهم مشروع. كل سياسي عنده مشروع. إي أنا عندي مشروع. قولوا لي هات مشروعك تنقدمه لك. إي مشروعك إسلامي يعني. وأنا قدمته؟ لا ما مشروع. شو معنى مشروع إسلامي؟ لا أنت في حركة إسلامية وصفت أنت مش يا أنا. أستاذ راهو الحركة الإسلامية في تونس نتاع النهضة ماهيش هي حركة طالبان. نعم طبعا. وماهيش هي حركة التكفيريين. وماهيش حركة الإخوان المسلمين. وماهيش حركة التبليغ. هي حركة قائمة على الحداثة
وهذا الكلام أقوله من 78 في رياليتي. المنطق اللي حكيت به في الفيديو ما هوش حداثة. هو أخوان. أنا مش غادي إخوانكم ويا مولانا إخوانكم إحنا يا أخي هذو المصريين عدنا الإخوان المسلمين قد يفهمنا إخوانكم قد يفهمنا الإخوان المسلمين. يا أستاذ نحب نأكد لك حاجة وأنه أنت إذا كان تحب تأول الحديث تجب تأوله أما إذا كان تحب تفهمه في إطاره هذا الرجل لم أجتمع به إلا مرة واحدة في حياتي. ندمت على هذا اللقاء؟ نعم ندمت على هذا ما ندمتش لا. لأنه هذا ما مكنيش وحتى لو كان أخطأت ندمت على هذا الكلام في هذا اللقاء؟ شوف سيدي أنا عبرت عن ندمي بالفعل ندمت على هذا الكلام أنا عبرت عن ندمي ندمت وعبرت عن ندمي بالفعل وأني لم أفعل شيئا يتجاوز حدود ما أؤمن به وأعلنه من وجوب إصلاح في بلدي يقوم على أساس تنمية الطاقات يس. أنا اللي لميت المشايخ والعلماء وقلت لهم براو عملوا ريسكلاج تعلموا علوم التربية وتعلموا العلوم الاجتماعية وتعلموا علوم الاتصال وأنه ما يجيش واحد يرتقي فوق منبر هو ما يعرفش هذه العلوم العلوم الإنسانية جات باش تكون العقول ونرسل في الشباب اللي يشاورني قل له ما تمشيش كلية الطب برا امشي لعلم الاجتماع لكن ايضا سي عبد الفتاح حتى لا نبحر بعيدا قلت فيما قلت الامن ليس بايدينا الجيش ليس بايدينا لا ضمان لنا في ديمومه هذا الحيز من الحريه التي قد تفتك منا قريبا وستسمعون بمؤامرات عن تحاك ضد الاسلاميين حرفيا الامن والجيش قالها غيري انت تتحدث عن ابناء بلدك لاجنبي عربي ومصري لكن يبقى استاذ تحكي عن أعداء. اتكلم على الامن والجيش ما تكلمتش على الامن والجيش وليس ديدني هو الحديث عن الجيش في الفيديو وأنا هذا وأنا أقول هاو عندي فوق مني أربع خمسة فيديوهات نعطيهم لك بعد الحديث وأتمينك لا هذا تقول حكيت فيه على الأمن ليس بيدنا والجيش ليس بيدنا في هذا الفيديو إيه لأن مقموعين إحنا يا أخي الثورة جاءت في الدين هي جاءت في الدين إحنا لعنا إدارة ولعنا شكون يحمي الفيديو المشروع الفيديو 2012 الترويكا تحكم سيد الكريم لا ما تحكمش مصحيح مش هي تحكم ما يشتحكم بالكل لأن ما وقع من فوضى بالبلاد اجعلهم يحكمونا سوريا هي الحزب الأكبر في الترويكا وأنا وقتها مانيش في الحكم أنا لاني في عضو في حكومة ولاني عضو في البرلمان لكن الذي أتعلم منه أن تونس ما كانتش في يد قوية توا المواطنين اللي قاعدين يتظلموا بيقولون رجعونا الدولة إيش معنى رجعونا الدولة يعني الدولة بإمكانيات الدولة وقت اللي نقول يلزم الجيش يكون في خدمة برنامج الدولة عيب مش برنامج الدولة أقول في خدمة الإسلاميين ما فهم من منطوق في خدمة الدولة لأن نتكلم من داخل الدولة مش نتكلم ما علاقة وجد غنيم بالدولة التونسية قتلوا هذا مش مشروعك ابعد علينا مش جاي باش تتحدث على ختان الأنثى والذكر لأن هذا موضوع فهم نقص اسمعني أستاذ اسمعني أستاذ اسمعني العكس تماما عفوا سمحني من فضلك تتودد إلى الرجل يا مولانا والجيش ليس بيدنا والأمن ليس بيدنا وستسمع بمؤامرات تحاك ضد الإسلاميين قريبا من فضلك أنت تتحدث في موقع الضحية وتشكو ظلما يا أستاذ من فضلك فما إذا كانت تقول يا مولانا ويا سيدي أنا حوقت اللي تخلى هديت له مصحف وهذا ديدني مع اللي قابلوا لي أول مرة أداب اللقاء وهذه أداب أنا تربيت عليها تقول لي مش هكا أنا هزت فاس مش نسبه ولا منين نعرفه الرجل هذا أنا جيت باش نقول له ما تعملش المحاضرة هذه وسعينا باش نثبتوا الناس عن الحضور فيها في الفيديو ما امكناش شفنا حتى مواجهه او نهي صريح لهذا الرجل بألا يلقي سمومه بين التونسيين وقت اللي انا واقف انا وياه ما عندكش التسجيل هذا انا واقف انا وياه في خمسة يعني دقائق يعني سجلوا الا كلامك في ثلاثة دقائق استاذ انا واقف انا وياه في ثلاثة دقائق وعشرين ثانية قلت له هالكلام هذا واحنا واقفين قلت له زاد ما تسجلوش وما تهبطوش الفيديو هذا اي قلت له ما تسجلوش لانه انا قلت له نحب نحدثك احداث بيني وبينك شو تسجل عليا شو معنى تسجل عليا مع هذا انسان عنده مرامي بيه. شو معنى نتكلم انا وتسجل عليا الامر الثاني يا استاذ فضل. من فضلك اخذني بفعلي القول يؤاخذ ايضا عليه ايش بيه انا غلط حتى انت يا رجل قانون القول موجب للمؤاخذه حتى قانونيا سامحني استاذ انا غلطت انا قلت كلام معوج انت تشكو حال ابناء البلد لغريب وتصفهم بالأعداء وهم شركائك في الوطن والبلاد إيه هل فعلت شيئا لا. ضد وطني؟ لا هل قدمت شيئا ضد وطني؟ إذا كان تتصور أن السياسي ما يخطئش بورقيبة ما غلطش في قضية يعني هذا خطأ تعترف بأنه خطأ خطأ برا حطه خطأ واضح. لم أقدر الفعل ولم أقدر خطورة الرجل ولم أقدر خطورة التيار الذي يقف وراءه والذي جاء لتأجيجه راه هو مشى من هنا وخرجوا يتظاهروا ضدي انا يا كافر يا مشرك
راهو هذا خالته الصحافه. على كل نكبر فيك الاعتراف بالخطا وناخذ راي حبيب، لانه السياسي يخطئ وكلنا خطأ. لكن شويه عايش ما تنقلش مني لاني اني اخطات في الكلام. مش اني انا عندي مشروع تكفيري وما عنديش مشروع ارهابي وما عنديش مشروع يبرر المدرسه ومانيش مع الناس اللي قريوا خارج اطار الدوله. هذا ما قلناش لا لا يزم يتقال، لانه هالفيديو هذا خرج ليش؟ لإثبات وأنه الخروج على برنامج التعليم هو ديدن الإسلاميين، ليس ديدني أنا. أؤمن ببرنامج واحد ومشهدي في ذلك أبنائي. في هذا السياق الملتبس الناس تخاف على أولادها كي يسمعوا أو يعاودوا يسمعوا فيديو كما هذا، طبيعي أن يمشيوا في نهج التأويل اللي مشيوا فيه أغلب اللي شافوا الفيديو. أنت شوف التعليقات يا أخي، هم يحملون العاطل عن العمل، يحملون مسؤولية ما فعله غيره. يا أخي المواطنين متاعي ما اختارونيش في البرلمان، مش يتابعوا فيها في البرلمان أربع سنوات ونيف، ما مش يراوا فيها اش قاعد نقول، ما راونيش في البلاتوات المتعددة التي امتنعت منها منذ سنة لأحفظ الحيادة في المجلس. ما عادش نطلع في البلاتوات. نعم. لأن المجلس يقتضي في الرئاسة متاعه حيادا باش ما ندخلش في الخلافات السياسية. معقول. لكن المواطن التونسي ليس غريبا عنه، هذا الشخص اللي هو متمسك بهويته في لباسه في لغته، لكن متمسك بأن تونس قادرة أن تعيد ذكرى يوغرطا وأن تعيد ذكرى الذين أقاموا بناء من عهد قرطاج إلى الآن. إلى اليوم. وأن المحاضرات اللي أديتها أخيرا، عملت سلسلة من المحاضرات عن تاريخ قرطاج. جميل. نعم، ناخذ رأي حبيب كمعلق معنا. الدفع بهذا الفيديو أو إعادة الدفع خليني أقول به إلى الواجهة الآن، وحتى المضامين اللي شفتها شنو رأيك فيها؟ رأيك في 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 النص في ما قيل؟ أنا كنت نفضل أنه الأستاذ عبد الفتاح مورو يعيد ما قاله مباشرة بعد الفيديو هذايا وبعد ما جرت مياه كثيرة في النهر، واللي أكدت فيها أنت أنك أنت ندمت واعتبرت أنه الكلام اللي قلته له والحديث معاه أصلا والتفاعل الإيجابي معاه أصلا غلط، لأنك اكتشفت أنه لعان وسباب وكذا وكذا، وقلت فيه كلاما كبيرا وسبحت التوانسة. أي، وكان من المفروض أن المرة هذه تقول لي أنا راني سبق أن اعتبرت أن حديثي مع هذا الرجل كان خطأ. وأنا في تقديري، أنت سألت قلت نعرف أنا ولا ما نعرفش، أنا نأكد اللي الأستاذ عبد الفتاح مورو على الأقل في الاتجاه الإسلامي أو في الجماعة الإسلامية أو بعد ذلك في حركة النهضة إلى حدود يعني قبل أن تدخل في مواجهة مع السلطة، كان يمثل خطا إسلاميا إصلاحيا معروف عليك في نشأتك وفي طبيعة معناها علاقاتك وفي نوعية العلم اللي تلقيته، أقرب إلى الإصلاحية التونسية من قيادات أخرى داخل الحركة الإسلامية نفسها. هذا ما هوش جديد أن نقولوه، ولا أرى موجبا للتمسك بصحة ما قلته معه في ذلك الوقت. وكنت تنجم تقول أنا أعتذر وأنزل حديثي ذلك في ذلك السياق، السياق اللي أخطأت فيه حركة النهضة كثيرا. أنا لا أصنف حركة النهضة في سياق الحركة السلفية أو في سياق الحركة الإخوانية. طيب، أنا أعتبرها حركة إسلامية تونسية عندها سمت إصلاحي إلى حد كبير، لكن أعتبر أن 2011 2012 2013 في لحظة عودتها إلى الساحة وجدت ساحة إسلامية تربت في غيابها، ويجب أن نقول أن هذه الساحة التي تربت بخطابات وهابية وبخطابات سلفية قد كانت عنيفة إلى درجة أنها كيفت مواقف حركة النهضة نفسها. وفي الفترة هذيك وقت اللي كانوا يجيوا الدعاة وكانوا يهبطوا بأسماء مختلفة، لم تمارس حركة النهضة أو تراجعت تماما حركة النهضة على إرثها على الأقل الإصلاحي والديمقراطي اللي أعلنته في الثمانينات، وقت اللي أعلنت نفسها علنيا في 81 وحبت تخدم في الديمقراطية. يجب أن نقول بأن الجميع أخطأ، ولكن حركة النهضة كحركة إسلامية فاعلة وقوية في البلاد كان عليها منذ اللحظة الأولى التي برزت فيها هذه الوجوه الغريبة اللي احنا تفاجأنا بها، كانت مخبية تحت الأرض في تونس رغم اللي 23 سنة يقال أنها دولة حداثة. فجأة استثمرت فيهم انتخابيا ولم تقطع، نلقاو أولادنا ترباوا على فكر وهابي، فكر داعشي، فكر معناه بعد ذلك نجد أن طيف كبير منهم أصبح من قواعد حركة النهضة. وكلما تثار مسألة الصراع بين الهوية والحداثة نجد من داخل
قواعد حركة النهضة من ينطق بهذا الخطاب اللي قد يكون غريبا على فكر الحركة الإسلامية التونسية. وبالتالي علينا أن نعترف بأنه هناك أخطاء حقيقية في التعاطي مع هذا الفكر الذي نشأ في غياب الجميع، في غياب الحداثيين وفي غياب الإسلاميين الأصلحيين. لكن أيضا في تلك الفترة حبيب من باب التوازن، ونذكر أنه في 2012 وهذه حكم الترويكا كانت الخيام الدعوية منتشرة بكثافة، وهذا السياق وهذا ما كان يجب أن نكون صارمين في التصدي له بمن فيهم حركة النهضة. ولكن في الحقيقة في تلك اللحظة كان هناك حالة إما من الذهول أو حالة ربما من الانسياق، وذهاب الشيخ عبد الفتاح مورو باش يستقبل وجدي غنيم اللي هو علميا ومعرفيا ممثل شيء أو باش يحكي معاه، وهو أنه باش يجي أصلا وجدي غنيم ولا محمد حسان ولا غيره، ما كانش تم وقتها داعي. فعلينا أن نقول بأن كان هناك خطأ حقيقي وقع فيه الجميع، وحركة النهضة في ذلك الوقت تتحمل مسؤولية كبرى. نعم. حتى في المواقف السياسية واللي متعلقة بالصراعات السياسية في المنطقة العربية نجد أن حركة النهضة في لحظة من اللحظات تصطف إلى جانب أطراف يجب أن تكون بعيدة عنهم في المسألة السورية أو في المسألة اليمنية. يعني أنا ماذا بيا ما تشكونيش في نفسي. لا تفضل. مش فيك أنت، مش فيك أنت، نحكيو على أنا دون. فكري بعيد عن هذا الفكر، وأنا لا علاقة لي به، وهذا الفكر قاومني، وعندما كنت في المساجد ما كانش هالفكر هذا موجود. يعني قاعدين نفسروا يا أستاذ. أي فهم فهم. حينما ظهر اللحظة هذيك برشا ناس سكتت أو ربما استفادت أو ربما شجعت. يا أستاذ. كيظهر ثم غرب بصر عليه وثم خيام دعوية. يا سيدي ما استدعيتوش، لا استدعيته ولا استقبلته، أمشيت باش نقول له ما تتكلمش في المواضيع اللي تعلق بالواقع التونسي. باش تحب تتكلم على احكام فقهيه مجرده، واذا عملت في فيديو مش واضح في هذا الفيديو. لا لا نعطيه لك الفيديو استاذ عبد الفتاح، هذا المنطق اللي تحكي به الان ليس واضحا ولا ولم نسمع لك الفيديو. لا ما نسمعوش في الفيديو هذا بتاع 9 دقائق. ما هو هذا في الفيديو اللي بعده قلت الكلام هذا صراحه تعليقا على كلامه، وقلت احنا ماناش في حاجه لدعاة يجيونا ينزلونا احكام مجرده على واقع لا يعرفونه ويتعاملون مع واقعنا كانه واقعهم. يا سيدي يا سي عبد الفتاح قلت له نصبر على اذاهم، وذكرت له مثال وفد ثقيف يا اخي، وكيف رد فعل الرسول الاكرم على وفد ثقيف. إيه تسامح مع الناس، تحكي على الاذى، سيعتبر الناس ما قلته يا سي عبد الفتاح، سيعتبرون ذلك تكتيكا حتى للتمكين. معناه انت عباره قلت هذا مفهوم يعني كيف أما هنا أنا صابرين على أذاهم. لا يا أنا أستاذ أنا أفضل أنك تقول لا أنا ما أنا يا ولدي حبيت أقول الكلام اللي قلته غلط وربما نتراجع يا أستاذ، حبيت أقول أنه في الإسلام فسحة، أن الرسول قبل قوما لا يصلون وقبل قوما لا يصومون وقبل قوما يمارسون الربا. ينطبق على التوانسة هذا يعني وقت. قلت الإسلام فيه فسحة موش حدي كما يقول هؤلاء التكفيريون، لأنهم يقولون أنت ما طلعتش لحية كافر. عفوا الحديث هنا ليس عن حدية الدعاة بل عن حدية بعض التوانسة. قلت نصبر على أذاهم، والدعوة التدرج في الدعوة واجب شرعي. ندرج ما ندرج وقت نلقى واحد سكاجي نسكه. مش فصلتم بين الدعوي والسياسي؟ وصية على الدعوة على الإسلام. هذا وقتها كنت أنا داعية، وقت اللي قالوا لي أفصل بين الدعوي والسياسي انقطعت بعد بستة أشهر. أنت كنت داعية في وقت ما. إيه كنت داعية كيفاش؟ أنا من الدعاة بتاع تونس، أنا أول داعي هبط للبلاد. عندك مسؤوليات سياسية حينها سيدي. نعم سيدي. الرجل الثاني في حركة النهضة. لا ما عنديش مسؤولية سياسية، عندي مسؤولية صورية. سلطة اعتبارية في حركة النهضة موجودة. لا لأنه وقتها طردوني من حركة النهضة بعد التكوين في عام 11 طردوني. باش يداويوها قالوا عاون نستجلبوه، والدليل على ذلك أنه ما وقفوش معايا في الانتخابات وطيحوني في الانتخابات. تطلعت في الانتخابات شنو خير وكانوا معايا؟ ما كانوش معايا يا أخي. أنا مش دخلت في عملت طريق السلامة ودخلت فيه، هما وطيحوني. تعرف قداش حصلت من صوت؟ ما 100 صوت. مش هذا موضوعنا على كل حال. ما أنا باش نقول لك هما مسانديني ولا لا، ما مش معايا. الحبل الود لم ينقطع بين النهضة، وهذا معروف يعني. أنا كونت حركة النهضة. بالضبط. شنو تحبني نطور أنا؟ بالضبط. إذا لا بتنصلش واحد. إيه لكن أنا متحمل مسؤولية فعل ما قررتوش. يعني ترى أنك وصية على الإسلام حينها كي قبل. شكون قال الكلام هذا؟ تحكي بمنطق التدرج والتدرج في الدعوة. يا ولدي إنسان وقت اللي يقول أنا داعية وندعي الناس للخير، ما الإمام وصية على الناس وقت اللي يقول لهم صوموا وما تسرقوش وما تخطفوش، وقت اللي يجي واحد يقول يا ولدي توب إلى الله تعالى
وما عادش تتعدى على أموال الناس، يعتبر وصية على الناس. فرقوا ما بين دعوة وما بين اغتصاب الصفة الإسلامية من الناس. بالضبط هذا ما قصدت. أنا ما وقعش مني هذا الاغتصاب بدليل أني أنا راني خريج صدقية يا أستاذ. أعرف. وأنا راني محامي قاضي ثم محامي. لكن تشتغل بالسياسة. نخدم في 45 سنة لخدمة القانون. كيفاش تصور واحد يخدم القانون ويخرج على صف القانون ويدعو للإرهاب ويدعو للتكفير؟ من كفرته أنا؟ هو الإنسان في فترة الانتصارات وما بعد الثورة قد تأخذه العزة بالإثم. لا لا كلمني على حقا مش كلمني على لا نحكي على شخصك. الظهور وانزاح ستار المنع والديكتاتورية، فالإنسان يحكي كما يحب ويظهر على حقيقة خطابه وقتها. حينما تقول الإسلام غيب في تونس غيب بالجهل وأيضا بالإقصاء، إقصاء السياسيين من هم في الحكم تقصد. حينما تقول نصبر على أذاهم، أذا من؟ قلت تون عودك أربع مرات، قلت لك غيبة في عهد السلاطين مدة خمسة قرون بالجهل. وقلت الناس تصلي، سمحني سمحني اسمعني مليح في الفيديو، سمعتني وأني قلت الناس تصلي؟ نعم. ما قعد لهم كان صلاة وركعة والسجدة؟ أي معناها اللي تغيب مش التدين بمفهومه الضيق، وإنما مجابهة الحياة. مجابهة الحياة هي عنصر من عناصر التحضر. أنا أدعو إلى أن نجابه الحياة بقيم ديننا، ويظهر لي هذا من حقي. قلت احنا في بلد فوضوي الان، لا ديمقراطيه ولا ديكتاتوريه، وتوقعوا مؤامرات ستحاك ضد الاسلاميين. اي ما فيش كلام، لانه فما شكون يحب يقلب النار. انتم في الحكم وقته وفي بلد فوضوي؟ فوضوي يا اخي، يا اخي ما شفتش قداش فما مظاهرات في البلاد؟ شفت قداش 60% من مراكز الشرطه تحرقت؟ شنو مش فوضوي؟ كيفاش هذا استاذ؟ كيفاش الطريق يتعطل والترينو يتعطل؟ كيفاش 3000 باحث، 3000 مستثمر خارجوا من البلاد بجلدهم؟ يعني كانك تحكي الانسان ديمقراطي وقمه في الديمقراطيه. تجيبني في انا ديمقراطي ومش ديمقراطي؟ نقول في واقع بلادي. يا اخي انا وقت اللي نكلم جاهل معناها انا اهنت العلم؟ هو هذا الكلام هذا؟ ما قلناش انك اهنت العلم. اي ما شنو تقول لي تكلم في واحد ماهوش ديمقراطي؟ هو قال لي هذا سبب فيه الديمقراطيه. قلت له من فضلك احنا في فترة فوضوية لا ديمقراطية. قلت لك ماهوش ديمقراطية لانه هو يحب يوصلني الى ان الديمقراطية كفر. قلت له من فضلك تحدنيش عن الديمقراطية لانه ما فهمهاش هو. به عندك تعليق حبيب قبل ان نتقدم؟ لا فما حوايج قبل ما تتعلق. انا توا مدان في تونس من اجل الارهاب؟ لا انا مدان من اجل التكفير، انا مدان من اجل حماية هذه المدرسة، أنا مدان من أجل حماية الخروج عن نظام التربية في البلاد. مؤكد لا أتيت لتوضح هذا الكلام والأصداء اللي خلاها. شوف أستاذ كريم عند الناس، أنا مستعد باش نجاوب على كل سؤال، لكن أن يكون ذلك في الإطار العام اللي الآن تنظر فيه البنادر ما نحبش. والحاجة الثانية حاب نقولها، أنا راجعا اسمح لي تحكي في مجلس النواب مش هنا. أنا يعني الاتهامات اللي توجهت لا توجهت لي في الإعلام. في الإعلام أنا نحب نقول لأولادي المشتغلين بشأن العام، كفى تونس اليوم مشاكل. اليوم القضية متاع المدرسة تطرح قضية تعاملنا مع أطفالنا، كيفية تربية أبنائنا، توظيف ذلك لخدمة تيار سياسي على تيار سياسي ولا تيار فكري على تيار فكري راه مش مناسب. رانا باش نوصلوا نحط وجوه بعضنا. وأنا نقول لأولادي اسمعوني، أنا رجل شايب لا أدعي ولاية على الناس، لنقول يا أولادي ما تدخلوش في هذا المأزق، لأنه هذا باش يعطل أداء التونسيين. التونسيين قلقوا فادوا، اللي يسمعوا فيها توا باش يفدوا ويقلقوا. التونسيين يحبوا خبزتهم ورغيفهم وأمنهم وحماية أولادهم. هذه مناسبة اليوم باش نعملوا خطة لحماية أبنائنا من كل عمل عشوائي يعتدي عليهم، سواء في مدرسة نظامية أو خارج مدرسة نظامية. أن نوفر لهم إمكانية التمتع بفرحة الحياة عن طريق التدريس نقدمه لهم. طيب. أن نكل أنفسنا إلى خدمتهم حتى يكون لهم عمل يعملون من خلاله لصالح وطنهم. القضية متاعي أنا عديوا الفترة هذه متاع المدرسة تجذبات. خليها تعدى. وعيط لي لهنا ونتفلي بالشعرة بالشعرة أشيك. قل لي رأ قلت وما قلتش، أما لن تجد أبدا لن الزمخشرية لن تجد دليلا واحدا على أن فكري يتماهى مع هذا الفكر المنغلق. أنا متهم بأني إسلام لايت، أنا متهم بأني أدعو إلى اللغات، متهم بأني نعمل التمثيل، متهم بأني نغني بالألماني. هذا الإسلام لايت ما هو موقفه من المساواة؟ برشا توانسة يحبوا يسمعوا منك موضوع مطروح وسيطرح أكثر
مدام كلايت فيما تحكي. اي تفضل اعطيني حصة كلمة مدة نص ساعة. لا تو حتى بدقيقة. لا لأن القضية حتى تعطي موقف فيه. ما نعطيش موقف علاش؟ لأن الورقة اليوم هي ورقة سياسية. أما أنا عندي ورقة قانونية وأنا أسفت كل الأسف. طيب من زاوية قانونية أليس الدستور يقوم على مبدأ المساواة؟ أنا أسفت كل الأسف أني غيبت عن هذه اللجنة. لأني أنا كنت نقول منذ أمد يا عباد ربي حاجتين نفكركم فيهم في الميراث. أولا التوانسة 60% منهم ما مش معترفين بميراث المرأة. وادخل أي منطقة مناطق تونس شمالها وجنوبها وغربها وشرقها لن تجد فتاة أختا تسلمت معنابها من الميراث أبدا. وأنا نطلب في حملة وطنية باش نغيروا عقول الرجال باش ما عادش يقول هذه فلوس ماشية للنسيب. والنقطة الثانية اللي كنت نذكر بها ولا زلت وندافع عليها ونعيط أن المرأة اليوم الزوجة التي تصاب في زوجها تنكب في حياتها بحقها. علاش؟ لأنها تأخذ ثمن. ثمن نعم. ولأنه أي واحد من أولادها مرته أثرت عليه يمشي يقدم قضية في القسمة وتلقى روحها عندها فيدة 23 مليون ولا 24 مليون ما يشيلهاش حتى بسكليت. يعني سابق لأوان وهذا الطرح الآن؟ لا يطرح بهذا الشكل الذي أقوله وعندي حلول في ذلك. تدرج. تراعي قيم الدستور وقيم الحداثة وتحفظ لكل مواطن حقه في الاختيار. أنا تحب سيادتك تعمل لي حصة نص ساعة فقط. نعم. نطلب منك نص ساعة فقط. معلش. أعطيني نص ساعة نتكلم معك في هذا الموضوع. أما هذايا الشكل هذا متاع جاوب بإي ولا لا. لا 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 القضية عندها أبعاد. نعم. تعرف شنو بعدها الكبير؟ أي. تعرف اللي ثروة تونس كلها مهددة لأنه الميراث شنو هو؟ هو تعامل مع الثروة. نعم. لا أنت دور في تونس العاصمة تلقى 40% من الديار طايحين بسبب إيش؟ بسبب الميراث. في الميراث تلقى اليوم الخوه معاش يقابل خوه بسبب الميراث. هذه قضية تحل في إطار إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار. فمش إطار حقوقي أيضا بمنطق المساواة كمواطنة كبند في الدستور؟ كيفاش أخي موجود وقاعد يتعامل به الناس اليوم؟ فما ناس قاعدين يسويوا بين أولادهم وبناتهم حتى حد ما يكلمهم. لأنه فما طرح اقتصادي وطرح حضاري كما قلت وطرح حقوقي أيضا اللي بين ولدك وبنتك تحير إذا ما تسويش المسألة حقوقية. هذا موجود وقاعد الناس تمارس فيه ومر على يدي وأنا كتبت للكثيرين ما يفيد ذلك كمحامي. شنو هي القضية؟ وأنت في معاملتك تسوي؟ نعم في معاملتك أنت. لا أنا ما سويتش. أنا أعطيت لبنتي أكثر من أولادي. جميل. وأولادي حاضرين أربع أولادي عيطت لهم قلت لهم أختكم مكسرة جناح لأن الدولة التونسية ما عطتهاش باش تخدم. عندها دكتوراه تروازيام سيكل من نهار اللي خذاتها في عهد بن علي إلى اليوم ما ضربتش ضربة في إدارة لأن بنت فلان الفلاني ولا يحق لها أن تعمل لا في وقت كذا ولا حتى في وقت الترويكا. وما اعترض حد من الأولاد؟ حتى حد. فعيطت لأولادي قلت لهم أختكم كيف نموت أنا ويوقع لها واقع ما عنديش انتريت اش باش نعمل بها يا الاولاد. طول عمرك. قال لي بابا اعمل اللي تحب لها. قلت له انتم قروا. قال لي نعطيوها كيفنا. قلت له اعطيوها كيفكم. قام واحد منهم قال لي نعطيها المنابل الاكبر خذات اكثر من اخوتها وهذا واجبي الشرعي واجبي الابوي واجبي الانساني واجبي الوطني ولا اتباهى بي على احد. ونعرف اللي في تونس فما قلوب كبيره. نعم. وفما والدين يفكروا في اولادهم. نشكرك سي عبد الفتاح مورو نائب الأولي رئيس مجلس الشعب. وصلت التوضيحات بالتأكيد. إن شاء الله نتقابلوا في مناسبة قادمة نحكيوا على الميراث والمساواة وبرشا مواضيع الساعة ما هيش واقفة المواضيع دي ما ثم جديد. يعني أنت مش حاح ما تحبش تعيط لي. والله نعيط لي. عيط لي. عيط لي طبعا قلنا نعم. هكا التزام قدام المشاهدين وقدام أحبيك. أيوة. شكرا سي عبد الفتاح. شكرا سيدي كذا خير. الله يخليك. نشكر سي الحبيب كذلك. عايشك. نمضي إلى موضوعنا الثاني اللي لازم نحكيه عليه في مثل هذا اليوم من سنة 2013 تم اغتيال المناضل الشهيد شكري بريد. اليوم مرت 6 سنوات على عملية الاغتيال. ملف القضية ما يزال مفتوحاً وللأمانة لم يتحقق فيه الكثير في علاقة بكشف حقيقة الجنات في جريمة سياسية اهتزت لها تونس حينذاك وما زال صداها يتردد إلى اليوم. نعود إلى الشهيد شكري بالعيد الإنسان والسياسي في هذا البورتريه أو البروفيل اللي كتبته ومنجدته غفران العكرمي. نشاهد ونعود لتناول موضوع الست سنوات التي مرت على اغتيال شكري بالعيد.